بينما نحن الآن في نصف نهائي البطولة العالمية، أربع منتخبات تمكنت من مواصلة المشوار إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا من البطولة. بالتأكيد أن المنتخبات الأربعة يراودهم نفس الإحساس، نفس الحلم بالوصول إلى المباراة النهائية، ولذلك سننتظر وإياكم في نصف النهائي مباراتين من الوزن الثقيل في هذا الدور المتقدم من البطولة، لنتعرف بعد ذلك من سيصل إلى الحلم إلى المباراة النهائية. نحن اليوم وإياكم في ملعب فينورد في مدينة روتردام الهولندية، أو كما يعرف لدى عشاق فينورد باسم ديكويب. والآن نسمع وإياكم إلى النشيد الوطني لإيطاليا. الدور الآن على المنتخب الآخر في السلام الوطني. ها هي البداية إذن. بول بوجبا، كرة طولية إلى الأمام، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كيزا، الكرة تصل إليه، يلعب كرة بينية، تحكم مذهل بالكرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن إيموبيلي إلى خارج المرمى؟ عمل كبير جدا، ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. تيرو إيموبيلي، هل ينجح في المرور؟ يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. كرة طويلة للأمام، فرصة هجوم معاكس، يمر ويلعب كرة بينية، يبعدونها، يستعيد الكرة بسرعة. الآن فرصتهم للمرتدة، يلعبها طويلة، كينغزلي كومان، تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. لينغليت، رافائيل فاران، وستكون هنا رمية تماس. بول بوجبا، نغولو كانتي، تغيير جميل للعب. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود.
كيليني، إنسيري، فيراتي، كرة من جهة اليمين، كيزا عنده مساحة خالية على الطرف، كيزا يلعبها داخل ال 18، تلعب الكرة إلى الأمام. نهاية 45 دقيقة أولى. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. فرنسا كان محظوظا في الشوط الأول أنه شباكة لم تقبل أهداف، لابد أن يغير الفريق من وضعيته، من فلسفته. من المستحيل استمرار الوضع هكذا، وإلا ربما هدف في مرماه في الطريق. لينجليت، توليسو، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية في المساحة الخالية، يحاول أن يلعب كرة بكريم بنزيما، كرة لم على الطاير، تسديدة من مسافة بعيدة لكنها لم تكن دقيقة. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. إيطاليا يبحث عن حل من دكة البدلاء. برناردسكي، لينجليت يلعب كرة على اليسار، يلعبها طويلة على الطرف، لمسة بينية، جورجينيو يلعبها لمنطقة الخطر، فاتت ومرت وصلت إليه، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. إنسيني، الكرة ملعوبة إلى الأمام، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. إنسيني يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، خيبة أمل كبيرة على إضاعة فرصة قريبة من المرمى. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. توليسو، تسديدة من توليسو، إيطاليا يجري تبديل آخر، هدف عالمي. فرنسا هو صاحب الضربة الأولى في هذه الدقائق الأخيرة، لابد أن يتحلوا بمزيد من الشجاعة، من التركيز، أن يلحقوا بهذه المباراة. يرسلها إلى منطقة الجزاء، يقطع الكرة، بول بوغبا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، كريم بنزيما
كومان يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحتسب الحكم ركلة حرة. سيشعر بالتأكيد بالحزن على إضاعة هذه الكرة. رافائيل فاران، الكرة ملعوبة من مسافة. بونوت، ها هي صافرة النهاية. الفرحة كبيرة جدا في أنحاء الملعب من المشجعين، لاعبين، المدرب. الآن الفرحة